الحب في الجمال يا عز احبابي، الحب في الجمال يا عز احبابي، يا عز احبابي يا عز احبابي. هتعمل ايه يا ربي لو شبابي راح وحبة فوق والحان محمد المسيري. سمعنا حبة فوق وحبة تحت، وأغنية يا بلد يا واد من كلمات وألحان النجم أحمد عدوية. احنا معاكم لسه مكملين، والناس كلها مبسوطة بصوته، ودي تاني هدية لرامي عياش وعروسته النهاردة من النجم أحمد عدوية. وبص شوف عدوية بيعمل ايه. امتعتنا يا استاذ احمد، والله امتعتنا وجميل، ولازم تعيدوا، لازم تعيدوا الاغاني دي، لازم تبقى الاغاني دي موجودة. اه والله. طيب استاذ احمد، احنا تاخد نفسك ولا اسألك على طول؟ اتفضلي. يعني كتير من الافلام المصرية في وقت ما احمد عدوية كان نجم، كان صعب ما نلاقيش احمد عدوية باغنية، او ما نلاقيش ان هو بطل من ابطال الفيلم في احداثه. الافلام دي كلها اضافت ليك ايه في الاغنية الشعبية اللي انت كنت بتقدمها؟ هي اضافت ان حب الناس، وكان في ناس غلابة ما عندهاش يعني تخش سيم وحاجات مني، كانت بتشوفني في افلام. الناس البسطاء دول كانوا يشوفوني في افلام اللي على قديهم، يعني يفرحوا قوي ان انا بغني في فيلم. موال فيلم، عملت 27 فيلم. اكتر فيلم حقق نجاح واغنيه فيه فرقعت جامد جدا كانت ايه؟ كان اسمه خدعتني امراه. خدعتني امراه، والاغنيه اللي كانت فيه ايه بقى وفرقعت مع الناس؟ كان بنت السلطان. بنت السلطان. ووقتها كان عدويه عامل ايه في مصر؟ انت كنت عامل ايه في مصر في الوقت ده؟ كنت عامل كل خير ان شاء الله، الحمد لله. كنت نجم طبعا. انا عايز اعرف الناس كانت بتحبك قد ايه؟ الناس كانت بتجيلك حفلاتك؟ بص، كل الناس بتحبني على طول. زي ما قلنا الناس رايقه. ما نحبش المتضايقين على طول، الناس بتحبنا على طول. فالحمد لله اخوك يعني ايه؟ ربنا وحده زي ما قلت لك، الموهوب موهوب. طبعا. فاضافت لي ان انا ايه؟ حب الناس زاد اكتر. لاحمد عدوية. ان هو عامل حاجات بسيطه وحاجات صعبه وسهله. سهل الممتنع يعني. ايوه. ولسه بقى هنروح على رامي. رامي كل شويه بنسمع رامي داخل فيلم. لا ان شاء الله. لا رامي اجل الموضوع شويه. اكيد التمثيل كمان هتبقى خطوه كبيره جدا. نمثل فيلم مولي. لا. يلا يلا غنينا مع بعض، نمثل مع بعض. عملنا دويتو في الغنى. عملنا دويتو في الغنى ولا نعمل دويتو في التمثيل؟ اوكي. نعمل دويتو في التمثيل بقى. ماشي. احنا راضيين باي حاجه، احنا مستنيين. هو الفيلم انا مضيته بس لانه بدي انزل البوم فبده ياخد شويه وقت، فعلى الله بقى.
يعني الخطوة خلاص بتحصل يعني الخطوة وخلاص في سيناريو في حاجة جاهزة لرامي ولا من حيث المبدأ ان مضيت مع شركة انتاج فيلم؟ مظبوط انا مضيت الفيلم وبيبقى نحدد شو هو شو نوعيته ومين اللي ممثلين. والالبوم هو فاضل قد ايه عليه؟ بينزل ب 15/4 ان شاء الله. خلاص قربنا قوي يعني. قربنا. بعد كده نشوفك ممثل بقى ان شاء الله. صوفيا انت بداتي تمثيل من وانت 14 سنة يعني عملتي صوفيا لورن وهي صغيرة في فيلم سولاي. مظبوط. وبعدين قلتي لا هأجل التمثيل شوية مع انه برضو كان في تقريبا مسلسل ظهرتي فيه ولا كان الفيلم بس؟ كان كمان فيلم فيلم مغربي وتاني فيلم كان فيلم فرنساوي. والتمثيل انت شايفة دلوقتي كنت بتقولي لي من شوية على الغناء الغربي مع الشرقي ممكن يشتت، شايفة انه لو مثلتي هيكون في اضافة ولا انت ممكن تتشتتي اكتر؟ هو التمثيل كنت مثلت كمان كان تمثيل تبعي بالصدفة بهول الفيلمين كمان، بس انا يعني يمكن هلا مركزه اكثر على الغنى، بس على طول بقول انه التمثيل هيك ببالي وبقلبي، بس ناطره الفرصه يعني فرصه حلوه. الفرصه اللي من وجهه نظرك ممكن تكون بتقدمك ممثله حتى لو مش بتغني في الفيلم ممكن تكون ايه؟ بتدوري ان انت تبتدي بشخصيه مين مثلا؟ يعني بفضل تكون شخصيه بتشبه شخصيتي هيك ما بحس حالي كثير عم بمثل. تستسهلي بكون هيك ايه مظبوط هيك بكون تعودت على الجو اكثر، بس اذا دور كثير حلو ما عندي مشكله اتمرن له، بس انه بتصور هيك رح تجي كمان هيك شيء بالصدفه كيف حياتي كلها. سلميها زي كده زي سلمها لله سلميها على ربنا. لسه مكملين معاكم مشاهدينا لسه مع احمد عدويه رامي عياش صوفيا وبريجيت، خليكم معانا وترتب بريك وراجعين.